السنة في مسح الرأس أن يبدأ بمقدمه هكذا، بعد أن يبلل يديه بالماء ويرده مثل ما ذكرت قبل في غسل الوجه، يبلل يديه في الماء ولا يحمل ماء بيده وإنما تكون مبللتين الكفان، ثم يبدأ بمقدم رأسه ذهابا ثم إيابا. بعض الناس يقول اختلف شعري، يعني ذهابا كل واحد بس إيابا بعفس الشعر. يعني نقول هذه سنة، إن ذهابا يكفي، إيابا يكفي، واحدة تكفي، لكن السنة ذهابا وإيابا، هذه السنة. لكن لو اكتفى بواحدة منهما ما يضر إن شاء الله تعالى. ولكن هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه إلى مؤخره ثم يرجع مرة ثانية.